جهاز سري حصل على صلاحية واسعة للاعتقال والاحتجاز من دون محاكمة، واتهم بارتكاب سياسات قمعية للأفراد المعادين للنظام والأقليات العرقية. استخدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت في الرابع من الشهر الحالي اسم هذا الجهاز لوصف إدارة الرئيس جو بايدن، واتهمها باستغلال النظام القضائي. ولكن ماذا تعرف عن جهاز الجستابو الذي أسس عام 1933 بعد ترأس هتلر لألمانيا؟ اكتسب الجستابو أو جهاز الشرطة السرية في ألمانيا النازية شهرة وسرية لأنه كان مسؤولاً عن العديد من عمليات الاغتيال والتدمير خلال فترة الحكم النازي. وقد أسس هذا الجهاز الأمني النازي هيرمان غورينغ في نيسان من العام 1933 لحماية الدولة الألمانية والحزب النازي، وكان الهدف الرئيسي منه ملاحقة المعارضة وأي شخص يعتبر معارضاً للنظام النازي، بمن في ذلك السياسيون المعارضون والصحفيون والناشطون والمثقفون، إضافة إلى مراقبته للسكان من كثب، بما في ذلك الاتصالات الشخصية والتجارية من خلال شبكة واسعة من المخبرين لتأكد من الولاء للنظام واعتقال الأشخاص المدانين من دون محاكمة وترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال. عرف هذا الجهاز أيضاً باستخدامه التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين من دون توفير إجراءات قانونية، إضافة إلى تنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القضاء ضد المعتقلين، وغالباً ما كانت هذه الإعدامات تتم من دون محاكمة عادلة. إلا أنه وبعد انهيار النظام النازي واستسلام ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 تم تفكيك الجستابو، واعتبرت منظمة إجرامية بسبب تورطها في أعمال التعذيب والإبادة والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، وتمكنت قوات الحلفاء حينذاك من اعتقال قادة الجهاز وغيرهم من المسؤولين النازيين ومحاكمتهم في محاكمات نورنبرغ العسكرية الشهيرة بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ومنذ أيام وصف دونالد ترامب الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجستابو، متهماً إياه باستغلال القضاء لإدانته ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، على خلفية لوائح اتهام متعددة ضده بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار دفعها لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز. وقال ترامب في تسجيل صوتي مسرب نقلت فحواه صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست إن هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة جستابو، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه، وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها حسب اعتقادهم، لكنها في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم. هذا الأمر لا يزعجني.